رجعنالكم بفقرات دنيا دنيا لليوم السبت. زي ما تعودتوا بيكون معنا سميرة كيلاني وهي خبيرة في الاقتصاد المنزلي، رح نتحدث عن تصليح الأثاث بطريقة عملية عشان مش كل ما صار إشي نروح على الشخص المختص، ممكن إحنا في أمور نعالجها داخل المنزل ومن ست البيت. صباح الخير سميرة. صباح الورد. أهلا وسهلا فيكي. الحمد لله تمام. اليوم رح نحكي عن أنواع متعددة من الأثاث، صح سميرة؟ صحيح. بشو رح نبدأ؟ في كتير شغلات بتخرب بالبيت وإحنا خلص مرات منقول يا من كبة يا من وديها على مصلح، بس في شغلات كتير إحنا ممكن نصلحها في البيت طريقة كتير بسيطة. طبعا عندي أنا باب الكتاب عن تصليح الأثاث، في كتير شغلات ممكن إحنا ما لحق نذكرها هلأ. فرح نبدأ في أول الشغلات. هلأ بعد الصيفية دانا أكيد كنا قعدنا برا وانبسطنا على البرندة، صح. وفي كتير ناس منا طبعا عندهم الكراسي البلاستيك والطاولات ومع الشمس خصوصا إذا لونها غامق بتلاحظي إنها بتكحت أو مرات يعني بننساها من عوامل تكلح من الشمس زي ما بيقولوا. تكلح بالضبط. فمرات بتقولي أنت هذا الكرسي ما في له حل، يعني شو بدي أعمله، حتى الدهان ما بندهن. ففي طريقة اليوم رح أحكي لهم إياها كيف ممكن يرجعوا هذا الكرسي. طبعا هذا الكرسي كان حالته مأساوية لسه أكثر من هيك، هذا مع التعديل عالجته شوي بس خليت كم بقعة هيك عشان فرجيهم كيف بيقدروا إنهم ينظفوا. طب اسمع أنا أقولك شو بدي أعمل. هلا إحنا رح نوضحها هون. أنت هذا اللي كنت ضبطيه صح؟ بدي أضبط هذا الجزء. طب أنا بدي أديره بس شوي هيك. أوكي تمام واضح عشان نقدر يبين الخدوج هيك أحسن. تمام واضح. أوكي. أول إشي سيبه يوقع. أوكي تمام. هلأ أول إشي رح نبلش إن بدنا نمسحه بمي، طبعا بدنا نقيم كل الغبرة وكل شيء بيكون موجود عليه، نمسحه كتير منيح. هلأ الشغلة الثانية اللي كتير ممتازة للبلاستيك كده أنا ما بتتخيل هي معجون اللي حطيتيه عفوا بس مية. مية مسحته. هلأ رح نحط معجون أسنان. طبعا معجون الأسنان يفضل يكون البيست القديم مش الجل. معجون العادي مش القديم. الابيض هذا العادي الموجود اللي بنستعمله دائما. وراح نحط طبعا محل ما مسحت انا. طبعا معجون الاسنان كثير ممتاز حتى للازاز، بقيم الخدوش اللي بتكون صغيره على سطح الازاز اللي بتكون سطحيه كثير ممتاز بقيمها. هلا بعد ما طبعا معجون الاسنان راح نفرك شويه احنا على اساس نخلي معجون الاسنان هو يعمل عمليه بيعبي كانه الفراغات. ايوه صنفره للبلاستيك وبنفس الوقت راح يسكر الفراغات كلها. طب سؤال سمير، هلا هاي الفرشاه خاصه ولا اي شيء؟ هاي موجوده هلا بالاسواق بتنباع وسعرها كثير رخيص. ممكن تستعملوا مش سلكه، الاسفنجه الخشنه. أوكي. اللي بتكون زي الليفه يعني. اوكي هلا ثاني شغله راح نعمل أو ثالث خطوة رح نرجع نمسح بالمي محل ما إحنا مسحنا. طبعاً بعد هاي الخطوة إحنا بدنا نخليه ينشف شوي على أساس نشوف نخلي الكرسي يمتص معجون الأسنان بشكل تمام. هلأ لأنه ما معنا وقت فهلأ رح نخليها إحنا شوي تقريباً هيك يعني ربع ساعة بما تنشف. آخر خطوة رح نعملها إنه رح نجيب البتروليوم جل أو الفازلين ورح نحط على محل ما إحنا اشتغلنا. هلا على طول رح تلاحظي دانا انه كل اللي كان البهتان واللون اللي رايح كله رح يروح. والله طبعا احنا بنحط طبقه خفيفه وبتلاحظي انه الكرسي تصلح، يعني بنخليه بعدين لينشف شوي بعدين اذا في شيء. برافو. يعني لازم نحط والله قبل وبعد. قبل يعني وبعد فرق. شوفي كثير فرقت. هلا بنخليه لينشف تمام، اذا حسينا انه بده اعاده بنرجع بنعيد. طب سؤال، معجون الاسنان شو بيعمل؟ معجون الاسنان بيعمل عمليه تقشيط او صنفره لوجه البلاستيك، بيكون طبعا هم مخدش وفايت فيه الغبره جواها. فاحنا بنعمله السطح ستريت. هلا احنا دائما بس نخلص العمليه ونظبطهم كثير منيح نمسحهم وبنضبهم ما نخليهم برا. ما نخلي اخر خطوه حطيناها، لازم نرجع نمسح بالماء. نرجع بنحط الفازلين وبنرجع بنمسح اخر مسحه، اذا لقينا محلات بدها اعاده بنرجع بنعيد. بعدين بس نخلص ونعالج الكراسي بنضبهم وبنحطهم جوا عشان ما يرجعوا يتعرضوا لعوامل البيئه والغبره بنفس الوقت. يعني احنا هيك صلحناهم وكسبناهم بدل ما نكبهم لانه اذا هذا حل لمشاكل البلاستيك. وجت بوقتها يعني تقريبا عم نخلص من شهر الصيف والعجقات والعزايم، فاحنا هيك بنحافظ على شكل الاثاث اللي عندنا وبنضبه. بالضبط صحيح. تمام. هلا الشغله الثانيه اللي بدي احكيها عن الخشب كمان. هلا في ملمعات الخشب التجاريه موجوده
موجودة طبعا كل المحلات، بس احنا ممكن نعمل ملمع الخشب بإيدنا وما يكلفنا إشي، وبنفس الوقت نحصل على كمية كبيرة لأنه ملمع الخشب سعره مش رخيص بصراحة. فرح نكون بحاجة لشمع العسل، هذا شمع عسل طبيعي طبعا موجود في محلات العطارة، ممكن يجي على شكل بلوكات أو قطع هيك، بس هذا أنظف نوع يعني أنا بستعمله. ورح نكون بحاجة لزيت التربنتين، زيت التربنتين موجود في محلات الدهان طبعا. أوكي. هو زيت بيستخلصوه من خشب الصنوبر، من اللحاق او من الخشب، بيعالجوه بطريقه معينه وبقطروه بيطلعوا هذا الزيت. اذا العسل لا شمع العسل، شمع العسل والزيت التربنتين. التربنتين هلا ايش رح نسوي؟ احنا رح ندوب طبعا، هاي بتتكسر يعني هيك، نقدر نقسمها لشقف، وحطيتها بالميكرويف تقريبا دقيقتين عبين ما دابت نهائيا. بنحط عيار من شمع العسل، نص عيار من التربنتين، يعني لو حطينا معلقة بنحط نص معلقة، لو حطينا معلقتين بنحط معلقة واحدة، بس يدوب شمع العسل نهائيا. بنضيف عليه زيت التربنتين وبنخلطه كتير منيح، طبعا بنكون حاطين عبوة بخشبة، خلطته كتير منيح لحتى تجانس. بعدين حصلت يعني بخليه منقوع طول الليل عبين ما يعني يتفاعل أو يتماسك مع بعض. بعدين حصلت على هذا ملمع الخشب. هذا طبعا ملمع الخشب بغذي الخشب. هذا وين بنلاقيه؟ هذا بمحلات اللي بيبيعوا دهان، محلات العده. هذا زي ريحه البويا. ايوه بالضبط، هو بيستعملوه عشان يخففوا الدهان. بس احنا لما نخلطه مع الشمع راح يعمل على عمليه انه يخلي كل الخشب. هلا احنا ايش نعمل بالضبط للخشب؟ بالماء طلع كيف صار يلمع. بصير الخشب يلمع وبصير حتى بيغذيه، لانه شمع العسل من احسن الشغلات اللي بتغذي الخشب. تمام. هلا ممكن احنا نعمل ملمع للخشب بطريقه تانية كمان، انه ممكن نحط زيت الكتان. طبعا زيت الكتان موجود برضو عند العطارين، سعره برضو مش غالي، وممكن نضيف معه مثلا زيت التربنتين وشويه خل برضو، بنحطهم بعبوه ممكن حتى في بخاخ اذا بدنا، عشان نوصل للتفاصيل الصغيره اللي ما بنقدر مرات نوصلها بالفوطه يعني. فإذا بذر عفوا زيت الكتان مع التربنتين والخل، ممكن مقدار من كل واحد، هذا للمعة، بعطي لمعة بالضبط وبغذي الخشب بنفس الطريقة. طب مرات سميرة هي مشكلة التقحيط، شو بتنصحينا؟ تقحيط الخشب. التقحيط هلا في كل في من الأشياء اللي كتير مهمة أو العملية كتير في البيت، البوية تبع الأحذية. احنا غالبا خشبنا لونه بني، وكنا عندنا أحذية بنية، فحاولوا بالبوية تبع الخشب. صح. حتى لو المعجون اللي بتيجي هاي القديمة أو السائل اللي إلها سفنجة، ممكن إحنا نغطي الرتوش اللي بتكون على الخشب بطريقة كتير سهلة. أوكي. المرة الماضية أنا حكيت عن البقع البيضة اللي بتكون عملناها بالمكواي إذا بتتذكري. صح. إذا برجعوا لحلقة المرة الماضية رح يلاقوا برضو طريقة لمعالجة الخشب. أوكي. هلأ اللي كمان بصير المرات بتنضرب الخشبة عندنا زي هيك بتنكسر، وفي عندنا المعظم هلأ MDF شوي عشان MDF بتكون من قلها ضربة بتحسيها انطعجت الخشبة أو بتنكسر. هاي خشبة طبيعية طلعت فهلأ رح نفرجيهم كيف الخشب هادي صلحوه بطريقة كتير بسيطة. في عندنا معجون هذه العجوة، هي اسمها كلر باتي، موجودة في محلات العدة برضو ممكن يلاقوها. هي بتيجي على شكل معجون زي هيك، وهي سريعة بتنشف بسرعة يعني. خلال 48 ساعة ممكن تنشف. فإحنا زي معجونة الولاد الصغار هي، بناخد إحنا شوية منها مندفيها بإيدينا بهذا الشكل، بعدين بنحط على المحلات اللي بتكون فيها الخشب مكسور او حلو. كأنكم بتلعبوا معجونة بالضبط، عبوها. هاي انا عبيتها امبارح بالليل، هيها نشفت. فاحنا بنعبي بواسطة هاي المعجونة كل الخدوش او المكسورة، القطع المكسورة اللي بتكون بالخشب. طبعا بنحاول نعطيها الشكل. هذا كله في مواد البناء ومواد كل مواد البناء موجود موجودين بالضبط. هلا هي بس تنشف، ممكن اذا لقينا اشياء طالعة او هيك ممكن بورق ازاز او بهاي الليفة حتى ممكن احنا نمسحها. منروح كل ال طب كيف بدنا نخليه لون واحد؟ هلا اللون الواحد طبعا بيكون عندنا دهان، منجيب دهان. احنا دائما هاي النقطة برضو بركز عليها، دائما نجيبوا لون دهان افتح شوي من لون الخشب اللي عندكم. يعني انت اذا مو عارفة لون الخشب اللي عندك بالضبط ايش لونه، أوكي. جيبي دائما افتح بدرجة. ليه؟
إذا طلع أفتح بتقدري تغمقي، بس إذا طلع غامق ما بتقدري تفتحي، صعب. فهاي مبارح أنا عملتها وهي نشفت، وإحنا رح نقدر ساعتها ندهن فوقها بهاي الطريقة ومنصلح الخشبة، وهيك بس تنشف كأنها ما كانت مكسورة ولا إشي. يعني بهاي الطريقة إحنا قدرنا نصلح الخشب اللي عندنا. قديش في عنا قطع سميرة منحبها في البيت وبتكون تقيلة، وهاي الخدشة خلص يا بتحسسنا إنها قديمة يا كل ما نطلع عليها من الدايق بنسم بدن الواحد. أكيد تنحل المشكلة. صحيح. هاي ممكن أنتوا بس تروحوا على محل العدة. أنا بتعرفي دانا بس أروح على محل العدة زي الولد الصغير ديزني لاند. محل حلو يعني، كتير كتير بنبسط على الغراض والهاي الشغلات. فكتير انتو بتقدروا تصلحوا، وصدقوني مو صعبة أبدا. بس انتو شوفوا هاي التبس البسيطة كتير رح تساعدكم على انكم تصلحوا أثاث البيت. تمام. هلا بدنا نحكي عن القش. بدنا نحكي عن القش كمان لأنه إجاني برضو كتير أسئلة عنه. كتير هلا الخيزران صار موضة حتى جوا البيوت أحيانا بنحطه، حتى هلا لو برا ولو عندك مثلا خيزران لونه أبيض عشان نمنع إنه يصفر لأنه بصفر من الشمس، فإحنا بنجيب مي وملح. بالأول ممكن ننطفه، معيش فرشاي معلش، ممكن إحنا ننطفه بفرشاي. الفرشاة طبعاً بتفوت بين كل هاي الحبال اللي بتكون موجودة، بعدين بشوية مية وملح ومننظفه، حتى لو ضل برا ما بيخرب، يعني الملح بمنع إنه يخرب. هلأ من الشغلات اللي كتير منيحة برضو إنه هو بحب الرطوبة الخزران، لأنه هي نبتة بتعيش بالمي فبتحب كتير الرطوبة. طيب. فإحنا دائماً نحاول إنه ما ينشف، نقدر إحنا نرطبه بإننا نجيب زيت أطفال وزيت الليمون. زيت الليمون من أحسن الأشياء للخيزران. يعني هلأ إحنا خيزران نحكي هو الرتان. الرتان بالضبط. بالضبط. هلأ نحط عليه زيت. بالضبط، عشان إحنا نرطبه أحياناً بنشف، أحياناً بتحسي إنه يبس أو مثلاً صفر. عشان الإصفرار نحط مي وملح، عشان يضله طري بنحط زيت أطفال مع عصير ليمون، أو منجيب زيت الليمون. أوكي. برضو موجود عند العطارين بلاقوه بعلب زي هيك. وبرضو منمسح الرتان أو هذا الخزران. حلو. وبنحافظ عليه دائما ضله طري وضله يعني تمام. بحاله كثير منيحه. هلا في حاله انه مرات برخي في مرات برخي بصير الكرسي هيك تقعد عليه صح راخي، فاحنا اذا قدرنا مثلا الحبال نشدها شوي بنشوف وين مرخي. بس اذا يعني هي كلها القطع حسيناها مرخيه، ممكن احنا نحط عليها مي سخنه بعدين نحطها بالشمس، فالشمس راح تخليها تكمش فبترجع لحجمها الطبيعي. حلو. فممكن كثير ببساطة يعني إنكم أنتوا تقدروا تضبطوا الخزران عندكم بالبيت. برافو. عشان ما أنسى بس ملمع الخشب كمان ممكن أنتوا تسووا بيبي أويل إذا عندكم وتحطوه بمي، أو زيت الكتان كمان بتحطوا مثلا شوية مي وشوية بيبي أويل أو زيت الكتان وبترشوا برضو على الخشب، بعطيكم ملمع كثير ممتاز. بل بمسحه ولا بس خلص برش بمسح؟ لا بترشي وبتمسحي بفوطة نظيفة. بالضبط. هلأ الشغلة اللي بدي أحكي عنها كمان هي الجلد. برضو الجلد هلأ صار ترند وكتير ناس بحبوا الجلد، مع أنه بارد بالشتاء وبشوب بالصيف. هو شغل مكاتب يعني بالكثير. صحيح. حتى لما تقعد عليه بيطلع أصوات صوت يعني، بس في ناس بحبه هو عملي بصراحة يعني، خصوصا اللي عندهم صغار بنمسحه خلاص. بالضبط. اللي عندهم جلد أبيض طبعا هاي الأسئلة كتير لأنه إجتني، فأنا عشان هيك عملت الحلقة. الجلد الأبيض ممكن إحنا ننطفه بكربونات ومي، بنحط بصحن مي وبنحط شوية كربونات وبواسطة فوطة، وإحنا بنمسح يعني بنحط كربونات بنمسح الجلد بعدين بنمسحه بفوطة نظيفة. أوكي. الكربونات رح تخليه يرجع أبيض ورح تقيم معظم البقع اللي بتكون عليه. هلا كمان للتنظيف ممكن احنا بصابونه نابلسيه برضه مع فوطه، برضه الصابون النابلسي بيغذيه وبيخليه يضله طري. هلا عشان ما يتشقق احنا ممكن نعمل خلطه من الخل وزيت الكتان، يعني عشان انا ما اخليه يتشقق او يضله طري ونفس الطراوه بحط مثلا معلقه من الخل معلقتين من زيت الكتان، يعني بنسبة 1:2 بخلطهم وبمسح فيهم الجلد عندي فبيضلوا طري وبيضلوا ناعم وبيضلوا في حالة ممتازة يعني. حلو. يعطيك ألف عافية سميرة، ضل كمان نصيحة حالة. الله يعافيكي. لا بس بحكي إنه دائما في جعبتك العديد من المعلومات دائما. بس إنه العفش طبعا إحنا نستثمر دائما بكواليتي منيحة، مش دائما مش كل يوم إحنا عم نشتري عفش، نشوف الإشي العملي ودائما نجيب الإشي المناسب لنظام حياتنا أو صح. أسلوب حياتنا. يعني اللي عندها صغار تحاول تبعد عن الفواتح. صح. جيب الأشياء العملية اللي بتنغسل. الستان طبعا شغلة ممكن لغرفة الضيوف بس لغرفة القعدة طبعا أكيد.
كثير صعب. نعم. فحاولوا انتم دائما تكونوا حكيمين في اختيار الاثاث. صح. وكله بتصلح على فكره، شوف الكرسي يعني هيو بجنن رجع جديد. فديروا بالكم على كراسيكم، خلصت الصيفيه كل سنه وانتم سالمه ضبوهم، وان تمام. شاء الله بنشوفكم. كل شكر لك سميره كيلان، يعطيك الف عافيه على هالمعلومات. شكرا للمتابعه، وما تنسوا تشتركوا في القناه لتشوفوا كل شيء جديد.